السلام عليكم. امبارح بالصدفة بتفرج كده على حتة من برنامج الحكاية لعمرو أديب، لقيت ان في مشكلة بين الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين والفنان حسن شاكوش مطرب المهرجانات اللي دلوقتي ملء السمع والابصار. فايه الحكاية دي؟ فانا عملت موضوع ان حسن شاكوش يعتذر للفنان هاني شاكر وللجمهور. احنا طبعا عارفين قرار النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر انه خلاص مش هيدي تصريح ولا حاجة للفنان حسن شاكوش. فمعانا الحقيقة واحدة من الجمهور، من جمهور زمن الفن الجميل اللي بتحب الاغاني القديمة، ام كلثوم، وردة، فريد الاطرش، الحاجات الحلوة دي، لكن ليها رأي في الموضوع ده. نتعرف على رأي حضرتك. انا صعبان عليا جدا هما، لاني مش هما بس اللي بياكلوا عيش من ورا الاغنية دي، ناس كتير جدا من وراهم بتاكل عيش. تمام. الموسيقيين اللي وراهم دول مش عندهم مسيرة الموسيقية، مش عندهم بيت وعندهم عيال. تمام. وراهم بياكلوا عيش، وبعدين وراهم التزامات تانية في بلاد تانية ان هو يروحوا ينشروا الاغنية بتاعتهم. وقفهم ليه يا استاذ هاني كده؟ ليه توقفهم؟ هما لسه في بداية حياتهم، شباب لسه صغيرة، وبعدين ناس متعلمة ولابسين لبس كويس، غير اللي بيلبسوا اللبس الغريب اللي احنا ما احناش عارفين لبس ايه اللي بيلبسوه ده. ليه كده؟ ليه؟ وليهم جمهور. ايوه ليهم جمهور والاغنية بتاعتهم نجحت. تمام. ليه كده؟ ليه؟ فاحنا بنطالب الفنان هاني شاكر انه يقبل اعتذارهم. يقبل اعتذارهم ويغير رأيه. وبعدين هم عدلوا الاغنية عشان خاطره، وعدلوا الكلام اللي هو كان غيره، عدلوه وافقوله. عايز ايه تاني منهم؟ وبعدين عضو، هم الاتنين اعضاء نقابة، مش اعضاء نقابة، ليه بيعمل معهم كده؟ طب احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. العفو يا فندم. طب قبل ما نتكلم عن الموضوع نعرف لمحة تاريخية عن الفنان حسن شاكوش. ده قصدنا صورته اهو، ده الفنان حسن شاكوش، معروف طبعا دلوقتي. ومن خلال تصريحات للفنان حسن شاكوش ان هو بيقول سبق له اللعب في اندية المصرية للاتصالات والداخلية، ولعب قلب دفاع وليبرو ومدافع ايمن ووسط مدافع، وبيقول انه لعب بجوار عمرو السولية وايضا علي جبر واحمد خيري ومدافع انبي ابراهيم يحيى. حسن شاكوش بيقول بعض المدربين ليهم فضل عليه وسبق انه اتدرب معاهم، زي الكباتن ابو طالب العسوي وحمام ابراهيم واحمد العجوز واشرف خضر وعيد فرج. من تصريحات ايضا الفنان حسن شاكوش انه بيشجع النادي الاهلي وبيحب النادي الاسماعيلي لانه صاحب فضل عليه، وعالميا بيحب نادي برشلونة. القصة بدأت او الازمة بدأت لما الفنان هاني شاكر نقيب المهنة الموسيقية هيلغي التصريح بالغناء لحسن شاكوش. ايه السبب؟ السبب ان في اغنية اسمها اغنية بنت الجيران. الاغنية دي سمعت جامد قوي وعملت شغل جامد جدا، ففيها مقطع كده الفنان هاني شاكر شايفه انه غير مناسب. نشوف المقطع الغير مناسب ده. دي الاغنية قصادها، هي كلمات الاغنية قصادنا، ولو جينا نشوف المقطع الغير مناسب اللي هي حتة واشرب خمور وحشيش، ده المقطع اللي هو بيعتبره الفنان هاني شاكر غير مناسب. هو بيقول انت ليا انا ليكي، احنا الاتنين قطعين، تسيبيني اكره حياتي وسنيني، هتوه ومش هلاقيني، واشرب خمور وحشيش. يعني دي اشرب خمور وحشيش، دي الحتة اللي عملت الازمة. انا عن نفسي شايفها عادية، ما الاغاني ياما بيقولوا، يعني مش هي دي اللي هتبوظ يعني الدنيا. بهوايا انت قاعدة معايا، عينيكي ليا مرايا، يا جمال مراية العين، خليكي لو هتمشي ناديكي، انت ليا انا ليكي، احنا الاتنين قاطعين، تسيبيني اكره حياتي وسنيني، هتوه مش هلاقيني، واشرب خمر وحشيش، وتجيني تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقي لغيري، ايوه انا غيري مفيش. ومع ذلك هما بيقولوا سواء زميله اللي هو عمر كمال او هو الفنان حسن شاكوش، هما بيقولوا في لبس حصل وفي خطأ كده حصل. ادي ننزلها هنا في المدونة بتاعت الاغنية اللي احدثت جدل كبير، اللي هي اغنية بنت الجيران. ممكن تدخلوا وتشغلوها تسمعوها على المدونة، هحط لكم الرابط في الوصف. ماشي. هما بقى بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه بعد كده تم تعديل الأغنية وتم حذف الكلام اللي عمل مشاكل مع نقابة المهن الموسيقية، مع الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.
هنا الأزمة بدأت بإن الفنان هاني شاكر نقيب المهنة الموسيقية قال سيتم إعادة النظر في قرار النقابة الخاص بمنح حسن شاكوش مغني المهرجانات الشعبية تصريحا بالغناء. طب إيه السبب؟ إن كان فيه أغنية بنت الجيران، الأغنية ديت كان فيها مقطع، المقطع بيقول واشرب خمور وحشيش، هو ده اللي باللون الاصفر اللي عليه الاعتراض. هو طبعا مش بيقصد انه بيشجع الناس يشربوا خمور وحشيش، لا، انه من غير حبيبته يعني هيضيع، لو سابته هيضيع في الضياع، بس مش اكتر. دي اغنية عادية جدا ما فيهاش اي حاجة. عمر كمال بيقول ومع ذلك المقطع ده تم حذفه، وقال ان في حفل استاد القاهرة كان الفلاشة عليها النسختين، وبخطأ غير مقصود تم عرض النسخة اللي هي فيها خمور وحشيش، وده خطأ غير مقصود. عمر كمال بيقول انه لحن للفنان هاني شاكر وانه عضو نقابة بقاله 4 سنين. عمر كمال اشترك في الاغنية مع حسن شاكوش. حسن شاكوش بيقول لعمرو اديب انا مش مغني مهرجانات بس، انا بغني لكبار المطربين زي الفنان حليم حافظ، زي الفنان هاني شاكر وغيرهم، انا مش مغني اغاني مهرجانات بس. يعني لو جينا شفنا هنا هنلاقي ان نجم المهرجانات حسن شاكوش جاي في صفحة شبابيك وكاتبين موضوع عنه ان الاغنية، ان اغنية بنت الجيران للمطرب الشعبي حسن شاكوش سيطرت على الساحة الفنية في مصر خلال الفترة الاخيرة بعد وصولها الى المركز الثاني في الاكثر تداولا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. طبعا يعني لو تعلمون يعني ايه يوتيوب ويعني ايه المركز الثاني عالميا، دي حاجة كبيرة قوي يعني قوي. ويستعرض شبابيك كلمات اغنية بنت الجيران لحسن شاكوش في ظل بحث الكثيرين عنها. انا نزلت لكم الاغنية والمقطع اللي هو تسبب في الازمة، ويعني لينا رأي في الموضوع دوت، ان يعني حرام انه ما ياخدش تصريح بالغنى. يعني الاغاني ياما بتحمل معاني وياما بتحمل حاجات، يعني مش هي دي اللي هتبوظ الدنيا. يعني صلحوا المدارس، صلحوا التعليم، المدارس هي اللي بتعلم. النهارده المدرسين مشغولين في الدروس الخصوصيه، لا بيعلموا ولا نيله، تدفع فلوس وتاخد درس نعلمك، بس نعلمك ايه؟ علم بس من غير اخلاق. في حاجه اسمها اخلاق، في حاجه اسمها قيم، المدرسه مفتقداها، ده اللي اهتموا بيه. لكن الاغاني والحاجات دي والناس تفرح بيها ولا تسعد بيها ولا بتاع، مش هي دي اللي بتصنع المجتمع، مش هي دي اللي بتصنع القيم. ماشي، ما يبقى في مقطع كده يعني كلمتين بساط يعني بيوصف حاله من غير حبيبته هيبقى متبهدل. يعني مش معقول هندق على كل حاجه كده ونجري على كل حاجه كده. هنا حسن شاكوش رد على الفنان هاني شاكر وقال سألتزم بقرار نقيب الموسيقيين وشرح لنا الموضوع. هنا رد المطرب حسن شاكوش مغني مهرجان بنت الجيران على الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قائلا انه سبق له اجتاز امتحانات النقابة ونجح فيها وغنى امام النقيب الذي اشاد بصوته اداؤه. وقال شاكوش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الاعلامي عمرو اديب سألتزم بقرار نقيب الموسيقيين وراضي عنه ولا يوجد اي مشكلات في ذلك، وقد وعدت الفنان هاني شاكر من قبل بتغيير كوبليه خمور وحشيش. معقبا فوجئت خلال الحفل الاخير، يقصد حفل طبعا استاد القاهرة بتاع عيد الحب، ان النسخة الاخيرة شغالة. ورحمة ابويا مضيت تعهد بان اي كلام اسفاف مش هقوله، يمكنني غناء كل الالوان. ووصل حديثه طبعا وقال كنت لعب كورة ومتعلم، وكان حلم حياتي ان امثل مصر، ولكن لم يكرمني الله في الكرة وشعرت بذلك خلال الحفل الاخير باستاد القاهرة. هذا الحفل مش مباراة اعتزال وبداية مسيرتي. وكمل حديثه وقال اتظلمت واتبهدلت في الكرة ومحدش عارف حاجة، والدتي تعبانة وبصرف على اهلي وشايل اخواتي كلهم، مشيرا الى انه حصل على مقدم حفلات ووقع عقود وشروط جزائية مستطردا دي اول غلطة وانا مش عارف اعمل ايه. كل التعاطف مع الفنان حسن شاكوش، بيصرف على فرقة موسيقية، أسر، أهله، إخواته، والدته العيانة طبعا يعني كان الله في عونه، ماضي على حفلات وتعهدات وعليه شروط جزائية في المستقبل لو ما نفذهاش هيتخرب بيته. فاحنا بنناشد الفنان هاني شاكر وهو قلبه كبير، احنا نتمنى المشكلة تتحل. ليه بقى؟ لان الفنان حسن شاكوش فاتح بيوت ناس كتير، معاه فرقة موسيقية، ليهم اسر، ليهم اولاد، ليهم التزامات،
هو عن نفسه بيساعد والدته العيانة المريضة وبيساعد اخواته وفتح بيوت ناس كتير. هو متعاقد مع حفلات وافراح في مصر وفي الدول العربية، والحاجات دي بيبقى عليه شروط جزائية لو ما نفذهاش فهيتخرب بيته وهيتبهدل. فاحنا هنا بنعمل نداء للفنان الكبير هاني شاكر ذو القلب الرحيم والقلب الكبير ان المسامح كريم والراجل اعتذر خلاص اهو. نتمنى من الفنان هاني شاكر بصفته انسان وبصفته فنان كبير وبصفته نقيب الموسيقيين ان ينظر للفنان حسن شاكوش نظرة رحمة من فنان كبير لفنان صغير، وعفى الله عما سلف والمسامح كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.